في المقابل وفي الفترة التي كانت فيها الكويت تمر بأصعب أزماتها، كانت المواقف القطرية في تلك الأزمة نذير شؤم لما سيؤول إليه وضع البلاد بعد انقلاب الابن على أبيه. فقد كان تحييد غزو الكويت لخدمة مصالح حمد بن خليفة الشخصية واضحا ويدل على عقلية النظام في التعامل مع المصاعب التي تمر بها دول المنطقة.